مونولوج التحول، نقطة التحول في حياتك، نقطة تحول إيجابية. نقطة تحول إيجابية، بص، من أهم نقطة التحول الإيجابية في حياتي إن أنا اتجوزت. يعني دي أنا بعتبرها من أهم الخطوات الإيجابية اللي خدتها، تكون جات متأخر وفي عمر متقدم، لأن كنت في منتصف الثلاثينات أو في أواخر الثلاثينات، بس يعني حولت فيا حاجات كتير، زودت الإيجابيات وقلت السلبيات في سلوكي وفي حياتي وفي يومي. فدي من نقط التحول المهمة. وفي محطات بقى مهنية كانت نقط تحول، يعني زي تعرفي مثلا على أستاذ نصر محروس، ربنا يديله الصحة يا رب، دي أكيد أكبر نقطة تحول في حياتي المهنية. بعدها لما مثلت كانت نقطة تحول كبيرة. كل محطة بيبقى فيها نقطة تحول كده.